صباح الفل والامل على حضراتكم مشاهدي 8 الصبح لحد الساعه 10 معاكم بكل الجديد اللي عايزين تعرفوه في برنامجكم المفضل 8 الصبح. ابدا يومك صح. هبتدي مع حضراتكم بمعلومتي اليوميه. النهارده هتكلم عن دراسات بتصنف وبتتحدث عن انواع الموظفين في بيئه العمل، وبالتحديد طبعا هم اكثر من 14 الى 16 نوع، هتلاقوها في الكتب وهتلاقوها في الدراسات، لكن انا النهارده هخصص كلامي مع حضراتكم عن التعامل مع المشكلات. صنفوهم ثلاث انواع بالتحديد، ودول اخر الدراسات اللي توصلوها ليها. اول حاجه اللي بيصدر لك المشكله، وده نوع بيمثل حسب الدراسات بيمثل 50% من الموظفين، ولكن ارجعوا الموضوع ده لانه ما فيش بيئه عمل مبتكره او ان هي بتساعد على ابتكار، بيئه عمل تقليديه كما اسموها وصنفوها. بيئه العمل التقليديه دي بتخلي الموظف ان هو يصدر المشكله فقط وما يدورش على الحلول. الجزء الثاني او الفئه الثانيه هي فئه بتدور على الحل مع وجود المشكله، يعني بيقول لك في مشكله وده حلها، ودول صنفوهم ان هم بيمثلوا 30% فقط من الموجودين في حجم العماله في المؤسسات، خاصه المؤسسات الكبيره. قالوا ان دول عندهم اكثر استقلاليه، عندهم نوع من انواع المبادره، وبيتصفوا كمان ان هم عندهم نوع من انواع الابتكار. دول الجزء اللي بيمثل المشكله وحلها. الجزء الثالث ودول الاكثر اهميه والأقل، هم بيمثلوا 20%، دول الناس اللي هم عندهم المشكله وعندهم الحل وعندهم كمان التنفيذ، بيعملوا 3 في 1 زي ما احنا بنقول كده. 3 في 1 دول قال لك لابد ان انت تحتفظ بيهم وتحافظ عليهم، لان دول اللي عندهم الابتكار، ودول اللي دايما عندهم التحسين المستمر ودايما بيسعوا لا مش للكمال ولكن لان هم ينشدوا الامال المستهدفه دايما عند اللي هو ارباب العمل او الناس اللي عندهم مؤسسات كبيره ودايما عندهم تحسين مستمر وايضا تقييم للي وصلوا له وبيقدروا ان هم يبتكروا على طول. فاذا الثلاث فئات دول هم اللي صنفتهم الدراسات الاخيره في بالنسبه للموظفين في بيئه العمل. المشكله 50% اللي بيدور على مشكله وحلها، 30% و20% للي بيقدر ان هو يصل المشكله وحلها وبينفذها باقصى سرعه لان هو دايما بيحمل الحلول. طيب احنا نستفيد ايه من المعلومه دي؟ اول حاجه بالنسبه لارباب العمل، اول حاجه نصيحه ليهم بالنسبه لهم ان هم لابد ان هم يطوروا الفئه الاولى ويدوا لهم اكتر استقلاليه عشان يبقى عندهم المبادره ان هم يقولوا الحلول. الفئه الثانيه ان هم برضو يحاولوا ينموها اكتر واكتر، والفئه الثالثه اللي هي عندها الحلول والابتكارات ان هم يحاولوا يحافظوا عليهم ويدوا لهم اكتر تسهيلات عشان يبقى قدامهم ايضا حجم اكبر من الابتكارات، لان دايما بتكون دماغهم خلاقه وعندهم العديد من الافكار الكتيره اللي هم بيقدروا ان هم يفيدوا بيها بيئة العمل. دي كانت معلومتي النهاردة. صباحكم زي الفل، مكملين لحد الساعة 10. الشرق الأوسط من القاهرة والتعدينات تفتح 21 ويبتدي يوم جديد، شمس تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. ده اليأس كافر والخوف ساتر، بينك وبين حياتك والعالم سنين وخبت جوه انا حكاية، خايفين نعيشها وننساها. صباح الخير من تاني هنبدأ رحلة تودينا لأيامنا. صباح الخير.
إلى رصد الحالة الطقس تعالوا نشوف أخبار هيئة الأرصاد الجوية بتقول لنا إيه من خلال بيانها اليومي. بيشهد اليوم الخميس طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، جنوب البلاد أيضا بتشهد شدة في الحرارة، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. متوقع اليوم إنه يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بالحرارة الخاصة بالطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات. متوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. بيشهد اليوم أيضا نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. تعالوا نشوف مع حضراتكم بقى تفصيل درجات الحرارة. نشوف كده السلايد الأول بيقول لنا إيه، بداية من القاهرة 36-26، العاصمة الإدارية نفس قيم الحرارة 6 أكتوبر 37-25. السلايد الثاني، السلوم 33-24، العالمين الجديدة 32-24، اسكندرية 33-25، إسماعيلية 38-24، بورسعيد 33-25، دمياط 32-24، الغردقة 41-29، شرم الشيخ 41-31، السويس 37-25، الوادي الجديد 43-29، رفح 33-24، طابة 38-28، بني سويف 38-25، الفيوم 38-25، سانتي كاترين 31-18. تعالوا نشوف السلايد التالي، نروح بقى للصعيد شوية كده 43-28، أسيوط 40-24، المنيا 39-23، حلايب 38-29، شلاتين 43-30، وأخيرا أسوان 44-29. وطبعا تابعنا مع حضراتكم البيان التفصيلي بدرجات الحرارة ونروح منه نستعرض حركة المرور. وإلى رصد حركة المرور عن طريق تطبيق جوجل مابس، تعالوا نشوف الخريطة بتقول لنا إيه. بداية من طريق العروبة صلاح سالم باتجاه ميدان التحرير، هنمر بطريق صلاح سالم في الاتجاهين شايفينه مع حضراتكم بيظهر قدامنا في الخريطة، وهنطلع بقى دلوقتي كوبري أكتوبر نشوف سريعا كده برضو لقطة على امتداد صلاح سالم. الدنيا رايقة لحد دلوقتي في الاتجاهين وامتداد صلاح سالم كمان، في بس الحتة اللي هي بتاعت العباسية دي اللي هي إشارة، وبعد كده في سيوله مروريه اسفل الكوبري واعلى الكوبري لسه يعني الراش اور ما اشتغلتش او ساعه الذروه الصباحيه ما اشتغلتش او ما بنتش اثارها دلوقتي معانا. شارع بورسعيد في بعض الكثافات المروريه وبعدين بترجع تاني لسيوله المعتاده. كوبري اكتوبر اعلى محطه مصر في الاتجاهين يا جماعه، في كثافات متوسطه الى عاليه. كوبري اكتوبر اهو يعني المتبقي منه وحتى ميدان التحرير في سيوله مروريه، يعني ممكن تستعينوا في التوقيت ده طبعا بالطرق البديله. كورنيش النيل اللي متجه ناحيه المحور رايق، ولكن المتجه ناحيه ميدان عبد المنعم رياض والمانيال وكده هتلاقوا الحته دي في بعض الكثافات عند الكورنيش. محور 26 يوليو في الاتجاهين الحمد لله ظهر قدامنا باللون الاخضر في سيوله مروريه. المنطقه دي اعلى ايه؟ اعلى شارع الجبلايه دي فيها بعض الكثافات المروريه، وبعدين بترجع تاني للسيوله فمش مؤثره على حركه المرور. دي ده مكان ده بالظبط كده في بعض الرفع اعمال رفع الكفاءه برده مش مؤثره على حركه المرور، لكن هتهدي شويه فيه زي ما بنقول كده. لكن طبعا بقيه الطريق بيظهر قدامنا باللون الاخضر، يعني سيوله مروريه وتوصلوا بالف سلامه. طبعا دي التفريعات الجديده اللي اتعملت بتستوعب حجم كبير من الكثافات المروريه
والمحور في الاتجاهين في سيولة مرورية حتى الآن. توصلوا بألف سلامة، نحافظ يا جماعة قدر المستطاع على السرعات المقررة. بتكلم على التريلا، بتكلم على الميكروباصات، بتكلم على الموتوسيكلات. على وجه الخصوص نود طبعا انه الساده المسؤولين ان هم يكثفوا على الطرق كل الاجراءات اللي تامن لنا سلامتنا، وكل الاجراءات كمان اللي هي خاصه بالكشف عن المخدرات. ربنا يسلم الجميع. هسيب حضراتكم دلوقتي مع استعراض مواقيت الصلاه، ونرجع من بعدها نستعرض اخبارنا. خليكم معنا. التوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية. وجه سيادة الرئيس السيسي بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص. وقال سيادة الرئيس: استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ. فيما له علاقة بما أثير امبارح على لسان البنك المركزي، البنك المركزي بيقول لا صحة بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي. هقول لحضراتكم تفاصيل الخبر. بالأمس أعلن البنك المركزي أنه قرر في إبريل 2024 زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيه بدلا من 150 و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلا من 20 ألف تيسيرا على المتعاملين من البنوك. والبنك المركزي كمان قال أنه لا صحة لما تردد بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية في سبتمبر. أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية فالأمر متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها واعتمادها من مجلس إدارته. استعدوا النهاردة في مغامرة مميزة جدا بمشاركة 1000 دراج من أبطال منتخب مصر للدراجات في مدينة العالمين الجديدة. تعالوا معنا نشوف. طبعا حاجة جميلة جدا اللي تشوف المناظر دي في بلدك. أنا شايف إن لازم أي شاب يبقى عنده عجلة يجي يشارك في الماراثون ده. حاجة جميلة جدا بصراحة. أنا مبسوط جدا إن أنا بشارك هنا في مدينة العالمين الجديدة، دي المرة الثالثة أشارك هنا في مدينة العالمين. طبعا أنا مبسوط هنا في وسط المنشآت الجميلة ديت وفي وسط الكرة السياحية الجميلة اللي هنا. مدينة العالمين حلوة قوي، وكان نفسي أجي هنا من زمان. متحمس قوي علشان جاي في العالمين الجديدة، ودي مش كل يوم تحصل. أنا النهاردة جاي متحمس للإيفنت اللي هيحصل النهاردة، وجاي من برضه بنشوف العالمين، وهي بصراحة مدينة رائعة الصراحة، حلوة أوي كمناظر كتنظيم ما شاء الله حلوة أوي. إحساس جميل وأجواء حماسية بتشجع الشباب على الرياضة. مدينة العالمين النهاردة بتدي انطباعة جميلة جدا، والكل بيتمنى ذلك، وبنتمنى المزيد من السباق والمارسون يبقى بصفة مستديمة، على أساس ندي انطباع للعالم كله مش لمصر بس، إن إحنا عندنا مدينة عالمية وبنعتبرها في نفس الوقت عملية ترويج للسياحة. وبكده نكون وصلنا لنقطة نهاية الماراثون، لكن الأجواء الحماسية والرياضية لسه مستمرة. تابعوا معانا لننقل ليكم كافة الفعاليات الرياضية هنا في مهرجان العالمين الجديدة. ما
مهرجان العالمين الجديدة بصراحة عامل بهجة في الشارع المصري، كل فعالية بنتابعها ليها أثر ودايما بتكون نبعة من احتياجاتنا احنا، تنوع كده، محتاجين نشوف طبعا يعني الجديد في مهرجان العالمين. هتكون معانا بعض لحظات شرمندة الدسوقي من هناك. صباح الفل يا شرمندة. شرمندة جاهزة؟ صباح الفل. صباح السحر والجمال والإبهار عليك يا هبة وعلى كل مشاهدي 8 الصبح في كل مكان من مدينة التي لا تنام، مدينة الإبهار، مدينة العالمين الجديدة، في واحد من أقوى وأهم وأحدث حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، وهو مهرجان العالمين الجديدة 2024 في نسخته الثانية على التوالي تحت شعار العالم عالمين. صراحة معانا واحد من أهم الويك إند المتحمسين ليه جدا، وبصراحة اللي بادئ بحماس قوي بداية من امبارح، مش بداية بس من النهاردة. وخليني أخدك في جولة سريعة يا هبة، بداية من امبارح حصل معانا إيه لحد ما أحكي لك بقى. احنا عندنا ويك اند حافل باجنده ثريه جدا، عندنا عدد كبير جدا من الفعاليات المختلفه، سواء من الفعاليات الرياضيه او الفنيه او الترفيهيه، وحتى كمان اقوى حفله موجوده معانا وهي حفله الويك اند بتاعه بكره. خليني اقول لك امبارح ان احنا يومنا بدا من الصبح بدري جدا، كان عندنا واحد من اهم الفعاليات في وسط عدد كبير جدا من الفعاليات اللي كانت معانا، وهو ماراثون الدراجات اللي كان موجود من بدايه من ابراج العالمين، وكان ممتد معانا بطول الممشى السياحي كله حتى نهايه الممشى داخل مدينه العالمين الجديد. وصراحة كان بيشارك في الماراثون الدراجات عدد كبير من جدا من الدراجات اللي وصل أكتر من 1000 دراجة، بيقودهم 50 من منتخب القومي المصري للدراجات في وسط عدد كبير جدا من حضور ورواد المهرجان داخل مدينة العالمين، وسواء كمان الناس اللي جاية مخصوص من المناطق المجاورة علشان خاطر يحضروا الفعالية الماراثون اللي صراحة كان أكتر من روعة، بحضور كمان السيد الوزير وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. فبصراحة كان يوم أكتر من روعة، لأن احنا انبسطنا جدا لأنه ماراثون الدراجات ده أول مرة يحصل داخل فعاليات المهرجان، وأول مرة كمان يحصل داخل مدينة العالمين الجديدة. فعايز أقولك إن الصورة كانت أكتر من روعة، لأن كمان الناس كانت مشاركة في رواد المهرجان، كانوا مشاركين داخل الماراثون مش بس الخمسين اللي كانوا بيقودوا من المنتخب القومي للدرجات. خليني أقولك كمان إنه امبارح بعد ما خلصنا ماراثون الدرجات توجهنا على طول على منطقة النورث سكوير اللي كان عندنا واحدة من أهم الفعاليات العالمية، وهي قرعة الأندية لكرة اليد بحضور عدد كبير جدا من نجوم كرة اليد، سواء من اللعيبة أو من محبيها أو مشجعيها أو حتى كمان من رواد المهرجان. ودي كانت النسخة 17 لكرة اليد، لكن لأول مرة بشكل استثنائي بتحصل القرعة داخل مدينة العالمين الجديدة بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الأستاذ حسن مصطفى. بصراحة استمتعنا جدا إن احنا عرفنا الثلاث مجموعات اللي هيكونوا مشاركين، الفرق اللي هتكون مشاركة داخل بطولة كرة اليد. بصراحة كنا مستمتعين أكتر لأن التنظيم كان أكتر من رائع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأول مرة كانت نحضر قرعة بطولة كرة اليد داخل مدينة العالمين. بصراحة الموضوع كان جميل جدا، وكنا مستمتعين قوي ان احنا بنتعرف على ازاي البطولة بتنظم، ازاي القرعة بتقام، التنظيم بداية من بداية اليوم لحد نهايته. فصراحة كانت لأول مرة بنحضر واحدة من أهم الفعاليات اللي كانت موجودة الصراحة، وكانت مفاجأة معانا امبارح داخل مدينة العالمين. أما بقى أقوى ويك إند موجود معانا داخل مدينة العالمين وبنودع فيه كده الأسبوع السادس من فعاليات المهرجان عشان خاطر نبدأ نستقبل الأسبوع السابع من فعالياته، فالنهارده يعني ساعات قليله جدا بتفصلنا عن المؤتمر الصحفي للام ام اي، وهي بطوله القضيه، بطوله القتاليه للفنون القتاليه المختلطه لاول مره داخل مدينه العالمين، ولكن في نسختها الخامسه هيشارك فيها 24 مقاتل يا هبه من حوالي 8 جنسيات مختلفه. ويعني لو الصوره توضح من خلفي، احنا بدانا الاستعدادات لكل التجهيزات للبطوله اللي هتبدا معانا بكره يوم الجمعه، اللي الصراحه هيبقى عندنا يوم حافل جدا يوم الجمعه، بدايه من بطوله الام ام اي اللي هتبقى معانا الصبح، ونهايه اليوم هيبقى معانا واحده من اهم حفلات الويك اند وهي حفله كايروكي، واللي مفاجاتها كمان على مسرح اليو ارينا النجم الصاعد توليت. مش عايزين ننسى ونفكر الناس كمان ان احنا النهارده الموسيقار عمر خيرت هيكون في ضيافه صاحبه السعاده اسعاد يونس على مسرح الروماني، واحد من اهم المسارح واقوى واجملها داخل مدينه العالمين الجديده. لسه عندنا تفاصيل كتير وفعاليات كتير جدا هنتابعها مع حضراتكم على مدار اليوم على شاشه دي ام سي، لكن هبقى حاولت انقل الجوله سريعه بكل طاقه وحماس عشان خاطر الناس تلحق ويك اند، واحد من اهم الويك اند المهمين جدا اللي فيهم فعاليات حلوه قوي واحنا متحمسين ليها بدايه من اليوم. اهو بقول لك احنا عندنا من الصبح ومن 8 الصبح صاحيين معاكم بدري، مش بس نقول لكم الفعاليات، لا كمان نحضرها معاكم.
يا سلام، بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه شيرمين الدسوقي من العالمين، بشكرك شكرا جزيلا على التقرير. وطبعا زي ما شفنا كل الفعاليات اللي رصدتها لنا شيرمين اللي بترصدها معانا يوميا على الهواء، كل يوم الصبح بنعرف الفعاليات الجديده، روزنامه مليئه جدا وبتعج بقى الفعاليات، والحياه هناك سريعه ومبهجه وجميله وكلها طاقه ايجابيه. عشان كده دايما بنقول للناس بندعوهم يا جماعه الموضوع لكل الفئات هناك، ارجوكم تروحوا وتشوفوا في بلدنا وكل الجمال اللي بقى موجود في بلدنا. صباحكم زي الفل. سعدني كوزير شباب ورياضه يعني ان انا اكون النهارده موجودين مع المتحده والاتحاد المصري لكره اليد والاتحاد الدولي لكره اليد للاعلان عن استضافه مصر لبطوله كأس العالم للأندية لكرة اليد وإجراء القرعة المفتوحة. يوم رائع النهاردة في مدينة العالمين، شوفنا القرعة بتاعت بطولة كأس العالم للأندية، حاجة رائعة طبعا على أرض مصر. الواحد منبهر النهاردة باللي شافه، بالتنظيم، بالناس اللي موجودة. بصراحة الحمد لله رب العالمين، يعني مصر بتقول النهاردة ان احنا نقدر نعمل حاجات كبيرة، نقدر نعمل بطولات كبيرة، نقدر بالرياضيين، نقدر بالمسؤولين، نقدر بحضراتكم، بالناس اللي موجودة كلها. فأنا مبسوط جدا النهاردة ان انا كنت متواجد. انا لسه جاي من باريس، وطبعا المنشآت اللي موجودة عندنا هنا احسن من باريس 100 مرة. فده اللي انا عايز اقول، ان احنا عندنا كل حاجة متوفرة، بس لازم نشتغل مع بعض ونحب بعض، يبقى في توفيق ان شاء الله من الفرق بتاعتنا. عندك يعني الدوله الوحيده اللي فيها فرقتين، الاهلي والزمالك. ان هي تتعمل في مدينه العالمين دي حاجه كويسه جدا، وحاجه واجهه مشرفه جدا لكره اليد المصريه والمصر كلها. ويمكن الواحد يعني ما كانش متوقع الجمال ده ان هو يشوفه، لكن دي حاجه تشرف. اختيار ذكي جدا ان احنا النهارده ده بيعكس لمدن الجيل الرابع اللي موجوده في مصر، مدينه العالمين الجديده. الحقيقه بيبين ان مصر بقى فيها انفراستراكشر قويه. زي ما انت شايف احنا كلنا فرحانين وفخورين بالمكان، المكان ساحر، المكان جميل، المكان فيه كل الناس، كل المصريين. فالحقيقه يعني لازم نوجه الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. استضافه مصر لبطوله مهمه زي دي بيعكس الحقيقه القدره المصريه على الاداره، وبيشجع وبيطمن الاستثمار في مصر وبيشجع السياحه في مصر. فطبعا احنا كلنا فخورين، وطبعا بيتعكس على تطوير الرياضه في مصر وبيزود نجاحنا وانجازاتنا الرياضيه في مصر. والحقيقه الواحد فخور باستضافه مصر ونجاح مصر في انها تستضيف بطوله مهمه زي دي، كاس العالم للانديه، على ارض جمهوريه مصر العربيه. كأس العالم للأندية لكرة اليد في العاصمة الإدارية الجديدة هي واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية اللي هتقام على أرض مصر لكل عشاق كرة اليد على مستوى العالم. لازم طبعا ان انا اشيد بتنظيم القرعه والمشهد. واحنا دلوقتي يا جماعه في فرقتنا احنا مش هقول بقى من الباست 8، ده احنا في الخمسه الكبار على مستوى العالم في كره اليد. وده بيخلي اصلا عيون العالم كلها علينا في كره اليد، اللي كمان بيشوفوا لعيبه عايزين ياخدوا من فرقنا. احنا عندنا 12 محترف دلوقتي في منتخب مصر، كنا الاول بنقول عندنا 2 محترفين، وكان حتى حسين زكي اللي كان منور الشاشه عندنا دلوقتي في التقرير كان هو وقتها المحترف، او كان يعني اللي هو ايه يا دوبك كده بيبقى عندنا محترف او 2 على اقصى تقدير. دلوقتي لما ابتدينا نعلى مثلا كان برضو من كام سنه كده وصلنا ل4 محترفين، دلوقتي بقى 12 محترف في فرقتنا. الموضوع بقى مختلف، الفكر بقى مختلف، الاحمال كمان التدريبيه بقت مختلفه، العلم لما دخل في الموضوع بشكل كبير جدا. الموضوع كمان بقى بالنسبه لنا هو عباره عن ان احنا داخلين عايزين نحقق البطولات اللي نقدر عليها. هتكلم معاكم كمان النهارده على موضوع تخطيط الاحمال، النهارده عندنا فقره خاصه عن هذا الامر، خليكم معانا. ضيفنا هيكون دكتور محمد جمال الدين بعد قليل. لكن دلوقتي خلونا نروح لموقع هيلث شوت.
نشر دراسة مهمة قوي، والدراسة دي بتتكلم على فوائد شرب العصائر، عشان الناس دلوقتي اللي بتشوف على السوشيال ميديا كتير قوي ناس مثلا يجيبوا الحاجات الخضراء ويعصروها بدل ما ياكلوها، هل ده الافضل ولا اللي احنا مثلا ناكل خصائص السلطة لوحدها؟ هل ده فعلا بيقلل او بيساعد على فقدان الوزن، ولا الافضل مثلا ان انا اخلي كل حاجة زي ما هي، مثلا زي ما انا كنت باكل السلطة زي ما انا كنت باخد العصائر بالنسبة للفواكه؟ ازاي بنعمل النظام الغذائي المتوازن ده؟ موضوع عصير الطماطم والخيار وانواع تانية كتير بنلاقي مثلا يقول لك ايه ده العصير الاخضر، فهل الافضل ان احنا فعلا ناكل الحاجات دي ولا نشربها، ولا فكره الاثنين واحد بالنسبه لنا لانه الخصائص بتدخل جوه الجسم في النهايه وخلاص؟ بينضم لنا عبر الهاتف للاجابه على هذه التساؤلات دكتور احمد دياب استشاري التغذيه العلاجيه. دكتور احمد صباح الخيرات. صباح الخير عليك يا هبه، صباح الخير على كل الساده المشاهدات والمشاهدين. دكتور احمد، انا كنت بقول سؤال دلوقتي على موضوع العصاير الخضراء اللي هي منتشره كتير على اليوتيوب، والنصايح كتير بنلاقي ناس كلها مثلا بلوجرز بيعملوا عصاير خضراء، هل الافضل ان انا اشرب العصاير ميكس العصاير الخضراء دي، ولا اكلها احسن مثلا على شكل سلطه او على شكل فاكهه؟ ايه الافضل؟ بص، هو الافضل ان احنا طبعا ناكلها بصورتها المعتاده، لكن الحقيقه انا يعني موضوع العصير الخضروات ده من الحاجات المهمه، لان احنا لما بنيجي نعمل تحاليل لناس كتيره بنلاقي بعض الفيتامينات والمعادن ناقصه عندها وبتعمل لها مشاكل صحيه. فاحنا لو اتعودنا ان احنا نشرب كوبايه العصير الخضار دي كل يوم، مره على مره هنصلح كل النواقص بتاعه الفيتامينات والمعادن اللي موجوده في جسمنا، وهناخد على الاقل 10 فوائد من كوبايه العصير دي. ايه افضل العصائر اللي احنا ممكن ناخدها؟ يعني عايز اقول لحضرتك مثلا انه كوبايه العصير دي، بس انا عايز اقول شويه تنبيهات بس للناس اللي حابين الفكره. ثلاث تنبيهات. اول حاجه، لو انت حضرتك بتعاني من مشاكل بتاخد ادويه علاج ضغط او ادويه سيوله، فانت كوبايه عصير الجريب فروت دي على سبيل المثال مش من ضمن الاختيارات بتاعتك. مش من ضمن الاختيارات. لو انت حضرتك عندك الكلى بتكون حصوات، فلما تيجي تشرب كوبايه العصير دي لازم تبعد عن المأكولات الغنية بالأكزالات عشان ما تكونش حصوات زي السبانخ والبامية. لما تيجي تعمل العصير ده استبعد يوم العناصر دي. كمان انت لو عندك مشاكل في القولون، لابد لو هتشرب كوبايه العصير دي هتعملها في الخلاط وتصفيها عشان ما يحصلكش انتفاخات ومشاكل في القولون. انما لو شفت بقى هبة الفوائد بتاعة العصير، هتلاقيها اكتر من 10 فوائد. ايوه، يعني بالمقارنه، عشان الناس دايما بتسال السؤال ده، اشرب العصير اللي مثلا خضروات، يعني مثلا مؤخرا طلع ترند عصير الخيار بالطماطم، طب ما ناكله سلطه. جميل. فعلا هو زي ما بقول لحضرتك، الاولويه ان احنا ناخده في الصوره العاديه بتاعته، ما نشربش العصير عشان ناخد الالياف اللي موجوده فيه كمان. لكن في ناس اصلا ما بتحبش فكره السلطه، وخاصه الناس اللي بتعمل دايت. ما تقول له سلطه دي يبقى انت يعني ضايقته نفسيا. فبيبقى ندور على البدائل اللي تساعد. فلو احنا ضربنا عملنا الميكس من العصاير ده في الخلاط وخدناه، هناخد فوائد كثيره جدا جدا، وفي نفس الوقت هو تغيير بالنسبه له بدل ما هو مش قادر ياخد او يستوعب فكره السلطه. طيب، في اعقاب التحذيرات الثلاثه اللي حضرتك قلتهم دلوقتي، موقع ميديكال ديلي وده موقع بحثي شهير له علاقه بالحاجات الابحاث الحديثه، فكان بيتكلم انه خلط عصير او مكون الطماطم بالخيار اصلا ممكن يعمل مشكله، سواء مع على الجهاز الهضمي او حاجات اخرى، زي مثلا الناس اللي هي زي ما حضرتك تفضلت من شويه قلت اللي عندهم مشاكل في الكلى والكبد. فهل من بدائل؟ ما هو احنا بص حضرتك، احنا يعني موضوع الاملاح ده لازم ناخد بالنا منه، يعني هو التحذير جاي من انه الطماطم برضو غنيه بالاملاح اللي ممكن تساعد على تكوين بعض انواع الحصوات. فلازم احنا في الحته دي لازم نبقى مركزين، لو انا عندي مشكله في الكلى يبقى ابعد عن الماكولات الغنيه بالاملاح زي المانجا مثلا. هم فسروها ان هي ممكن تؤثر على المسارات البايوكيميائيه، برضو نرجو من حضرتك توضيح اكتر. لا، ما انت عايز عارف حضرتك الجسم عندنا التغذيه دي مليانه اسرار بطريقه عجيبه، يعني مثلا اقول لحضرتك السبانخ مثلا على سبيل المثال فيها اكزالات وفيها كالسيوم. لو خدنا الاثنين الاكزالات، لو خدنا سبانخ الاكزالات اللي في الكالسيوم بتقلل امتصاص الكالسيوم اللي في السبانخ، لكن لو شربنا لبن ما تقللش
امتصاص الكالسيوم في الليزر. فالموضوع فيه اسرار كتيره جدا ما زالت غير مفهومه، واحنا لسه بنجري وراها ونشوف ايه الحكايه. فافضل العصائر بالنسبه لنا ان احنا نجمع العصائر الخضراء مع بعض زي مثلا الجرجير والسبانخ والبروكلي وكده. بالظبط كده. بالظبط. والكابوتشا والليفت، يعني نعمل على الاقل ميكس من اربع. واللي بيحبوا السلطه ياكلوا سلطه. بالظبط كده. يبقى هتبقى افيد لو خدنا السلطه هتبقى افيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد دياب استشاري التغذية العلاجية، يعني بنشكره طبعا على التوضيح، لأنه لما الترند بيزيد قوي على السوشيال ميديا الناس بتبتدي تسأل أنه أحسن لينا نشربه ولا ناكله، يعني لو فكرونا بسمير غانم اللي هو أشرب ولا أدوق ساعة لما كان في المسرحية بتاعة المتزوجون. لكن الجميل في الموضوع إن الأوبشنز كلها متاحة. ده حل للناس مثلا اللي عندها حديد قليل عايزة تظبط مثلا بعض الحاجات اللي هي النسب اللي هي قليله في الجسم، وفي نفس الوقت مش قادره ان هي تاكل سلطه، عندها مشاكل في الامعاء وبتحاول ان هي تستبدلها بحاجات تانية زي ما الدكتور قال. طبعا في لازم نصفيها لو احنا هنعصرها عشان الناس اللي ما بتحبش السلطه برضو، فكل الحاجات دي بتكون مهمه. من الاخبار اللي اسعدت الكثير من عشاق الدون اطلاق قناه له قناة لا الدون كريستيانو رونالدو سي ار 7 على اليوتيوب. في اقل من 5 ساعات الاسطورة كريستيانو رونالدو يتخطى عدد متابعي ليونيل ميسي في قناته على اليوتيوب اللي انشاها من 18 سنة. ويبدو ان رونالدو مش هيهدى ابدا لحد ما يكسر كل الارقام القياسية خارج كرة القدم زي ما عمل داخل الملاعب. كريستيانو رونالدو بصوا بقى، دي بقى المواقع الأجنبية اللي ابتدت تجيبه اللي هو ايه كينج اوف سوشيال ميديا، فجابوا موقعه على اليوتيوب اللي تخطى 1,000,000 اصلا في اول ساعتين. ودلوقتي لو حضراتكم شفتوه هنلاقي برضو صورة معانا، من شوية كان 11,000,000 في أقل من مثلا إيه إحنا بنتكلم في 6 ساعات. فهم المواقع بقى ابتدت تجيبوا كينج أوف سوشيال ميديا، جابوا موقع على اليوتيوب على الإنستجرام على منصة إكس على كل المنصات اللي هو موجود فيها. مش بس كده، دلوقتي كام يا جماعة؟ 12,700. يعني ما شاء الله اللهم لا حسن. كريستيانو رونالدو يعني بيعقد زي ما احنا بنقول، محدش فينا يا جماعه يفكر يعمل قناه ليه على اليوتيوب عشان كريستيانو رونالدو بيدمر كل الارقام. مش بس كده، المواقع الرياضيه كمان تبارت طبعا في اوروبا ان هم يجيبوا الفيديوهات الخاصه بكريستيانو رونالدو. شوفوا الموضوع فتح الباب لايه بقى، جابوا الفيديوهات اللي ليها علاقه باخبار كريستيانو رونالدو بيشوفوا ان هي مسجله في اول نص ساعه كام مليون. جابوا تاني فيديو لمهارات كريستيانو رونالدو يشوفوا هو سجل كام مليون في اول ساعه. فشوفوا حضراتكم الريكورد اللي بيعمله كريستيانو رونالدو لانه معشوق الجماهير، هو فعلا يستاهل حب الجماهير، معطاء جدا، مجهوده وفير جدا جدا في عالم الساحرة المستديرة. وحتى لما راح الدوري السعودي الناس قالت وابتدت ان هي تقلل منه. ده الفيديو يا جماعة الترويجي اللي هو ابتدى يروج بيه على صفحته يقول للناس انا عملت قناة على اليوتيوب. عمل 2 فيديو، عمل الفيديو ده مع الانطلاقة بتاعة الفيديو، وعمل فيديو تاني كان جاي في أولاده مجمعهم وهو داخل عليهم بالعلامة بتاعة قناته الجديدة وبيعلنهم هم كمان. شوفوا قد إيه بقى علاقة الأب والأبناء، وهم كانوا حتى بيمسكوا العلامة دي ويقبلوها ويجروا على والدهم كريستيانو رونالدو ويحضنوه. شوفوا برضو يعني دي فيها رسالة، فيها رسالة قد إيه هم مرتبطين بيه كأب، مش بس إن هو مجتهد وكده يبقى هو منعزل عنهم، لا فيها أكتر من رسالة. ودي برضو مهمة من مهمات النجم، حتى لو هو مش بيعملها متعمد أو مش بيعملها مش بيقول كلمة مباشرة، لأن هي دي القوة الناعمة الجميلة اللي بتوصل للناس من خلال النجوم. نروح لخبر تاني. نادي سخا الرياضي بمدينة كفر الشيخ شهد اختبارات الموسم الثالث لموسم ولمشروع كابيتانو مصر، المشروع القومي لاكتشاف المواهب الشابة في الموسم الثالث ليه بمحافظة كفر الشيخ على أرض ملعب نادي سخا الرياضي. المرحلة دي بتضم 6 محافظات، الست محافظات هم كفر الشيخ واسكندرية والمنوفية والقاهرة وبني سويف وإنا.
هتتم الاختبارات للمتقدمين من مواليد 2010 في مشروع كابيتانو اللي بتقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. دكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة أوضح أن المشروع هينطلق للمرة الأولى في محافظة كفر الشيخ مسقط رأس اللاعب الراحل أحمد رفعت. ودي لفتة جميلة جدا بنحييهم عليها. وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص جائزة باسم الراحل في مركز الجناح الأيسر، وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل للاختبار على الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة والصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي أيضا. نروح مع حضراتكم كده ونشوف الفيديوهات الجديدة اللي نزلت لنجم الجرافيتي المشهور وهو بانكسي. بانكسي اسم كبير في عالم الجرافيتي، هو فنان انجليزي مشهور ومجهول في نفس الوقت. بيعتقد ان اسمه روبرت بانكسي، وهشرح لكم الموضوع بتاع يعتقد ده. هو مواليد 74، الا ان هو لا يوجد تاكيد على هويه بانكسي الحقيقيه وسيرته الذاتيه، بتبقى غير معروفه لحد الان، وظهرت رسوماته المختلفه في العديد من المواقع في بريطانيا، اخرهم اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي على الشاشه، خاصه في مدينه بريستول ولندن وحول العالم، منها الضفه الغربيه على الجدار العازل. بتتنوع رسومات بانكسي بين المواضيع السياسيه والثقافيه والاخلاقيه، واستمرت سلسله الاعمال لمده 9 ايام. اخر اعماله بقى 9 ايام في شوارع لندن، يناموا بالليل يقوموا الصبح ويلاقي بانكسي عامل رسومات. بانكسي كل يوم كان بيكشف عن رسمة جديدة وعمل جديد، زي مثلا ايه، فيل، طيور، بجع، اسماك. دي اخر حاجة هو عملها قدام الزو اوف لندن اللي هي جنينة الحيوانات في لندن. الاعمال دي اثارت نظريات متعددة، هم حاولوا ان هم يفكوا بقى شفرتها، يشوفوا الرسائل اللي هو عايز يوصلها ايه. البعض رجح ان هي بتتعلق بأزمة المناخ او الحرب المستمره، بدايه من رسمه الغوريلا. يعني حضراتكم لو تابعتوا بقى الرسمات كده الاخيره اللي عملها في الاسبوع اللي فات، اول واحده كان غوريلا بتحرر حيوانات من الحبس، دي كانت اول رسمه، ومنها بقى بعد كده الصور اللي حضراتكم شفتوها معانا دلوقتي. فالناس ابتدت تقول مثلا دي عشان غزه، دي عشان الاعمال شغب اليابانيه المتطرفه الاخيره في المملكه المتحده. لكن صحيفه الاوبزرفر شافت انه الهدف منها هو رفع معنويات العامه من الشعب من خلال عنصرين المفاجاه والتسليه من خلال رسوماته اللي هو بيعملها. فالهدف منها مش رسائل، هم حابين يقولوا كده برضو ويدوا الرساله دي من خلال الاعلام الاجنبي، ان هم عايزين يقولوا ان دي ما فيهاش رسائل ولا سياسيه ولا ثقافيه ولا اي حاجه، لكن دي مجرد يعني بترفع معنويات الناس وبتسليهم. ده برضو رساله من الرسائل اللي احنا برضو ممكن نفهم في طياتها الكثير. تخطيط الأحمال صداع دايما بيكون في رأس الفرق والمنتخبات مش بس أندية. طيب الموضوع ده أصلا بينفذ عندنا؟ ممكن يكون نظريا بينفذ عندنا، على الورق موجود، لكن لما نيجي نلاقي في تلاحم مواسم وفي حرق لبعض الناشئين، لابد ان احنا نتوقف عند الموضوع ده. ولما نيجي نشوف بقى في اوروبا والدول المتقدمه ونشوف حجم ميدالياتهم، لما نلاقي امريكا المتصدره والصين حتى استراليا كم كبير جدا من الميداليات، طب هي المشكله فين؟ هل هي موضوع تنظيم فقط، ولا موضوع تخطيط الاحمال ممكن يكون له جانب كبير جدا؟ مش بس كده، بيأثر على الحاله الذهنيه، بيأثر على الاداء الفني، كل ده نابع من الحمل اللي احنا بنديه للاعب. دكتور محمد جمال الدين مخطط احمال منتخب مصر كره السله وخبير اللياقه البدنيه بجامعه لايبزيغ الالمانيه ضيفنا في استوديو 8 الصبح. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل. سعداء ان انت مشرفنا النهارده. انا مبسوط جدا مع حضرتك، يعني من زمان وانا بحب اتفرج عليكي وبتشرف ان اول مره اقعد معاكي. الشرف لينا يا دكتور. بدايه حرق اللاعب، بدايه كده نمسك من الناشئ. تمام. نبتديها واحده واحده. أوكي. احنا بنعمل ايه عشان نحرق الناشئ وعشان ما ناخدش منه افضل نتيجه في الاخر؟ والله مبدئيا كده لو جينا اتكلمنا عن الناشئين، الناشئين في عناصر بدنيه
اللي هي مكونة للحمل البدني. العناصر دي اللي هي البسيطة، القوة، السرعة، التوافق العضلي العصبي، المرونة أو الموبيليتي، حركية المفاصل. كل العناصر دي لما بيتم تناولها في الناشئين في مصر بيتم تناولها بشكل خاطئ، بمعنى ان احنا بندي البريوريتي او الاولويه لعناصر بدنيه مش مهمه في المرحله السنيه الصغيره وبنهتم بيها، وبنيجي في العناصر المهمه بنهملها. فبيطلع عندنا اللاعب عنده مشكله ان الحاجات اللي هي المفروض القدرات البدنيه المبكره او اللي هي المفروض نهتم بيها في سن صغير احنا ما بندهاش اهميه. وبنيجي نهتم بقدرات بدنيه غلط. وبالتالي تراكم الحمل بقدرات البدنيه غلط، لما ادي ولد صغير تدريبات قوه كتيره جدا، تدريبات ليها علاقه بالتحمل السرعه اللي هي مش متناسبه مع الكارديو فاسكولر او حاله القلب والرئتين بتاعه الولد الصغير، واديها مساحه تدريبيه كبيره واهمل الحاجات المهمه اللي هي مرتبطه بالكوردينيشن، تطوير الجهاز العصبي للطفل، الموبيليتي والفلكسبيليتي، الحركيه ومرونه المفاصل ومطاطيه العضلات، وما اديهاش المساحه الزمنيه. فيطلع عندي ان انا بدي احمال في اتجاه خاطئ تؤدي ان الولد ما يتطورش، بلس ان هو بيبقى ريسك انجر او ان هو نسبه تعرضه للاصابه بتبقى كبيره جدا. فضلا ان احنا ما عندناش فكره يعني انا عايز اتناول الحمل كمبدا من قبل الحمل. احنا معانا فيديو وعايزين نعرف النشئ ده بره مصر وصلوا ازاي للشكل ده. يعني انا عارفه انت لعبتك وتخصصك اصلا الباسكت، فحبيت ان انا اجيب لك حاجه في تخصصك. بص الولاد الصغيرين دول، بص الدريبلينج، بص السهوله، هو كانه يعني مش محتاج ان هو يفكر. برافو عليك. وبص التمرين ده يا كابتن. طيب ده اسمه اي اند هاند كوردينيشن. التدريبات دي هي اللي انا بتكلم عليها، تدريب التوافق العصبي. بيدوا مساحه زمنيه في المانيا لتدريبات الكوردينيشن. بيدوا مساحه زمنيه من السيشن من الوحده التدريبيه ما لا يقل عن 60% كوردينيشن. تدريبات بتنمي التوافق العضلي. شوفي حاطط كيس حوالين الكوره عشان ينمي حاجه اسمها البروبيروسيبتورز او المستقبلات الحسيه بتاعت الصوابع. فبعد كده الولد لما يشيل الكيس وبعد كده يعمل دريبل بغير كوره، من غير كيس، هتبقى الموضوع بسيط جدا. هو بينمي حاجه، بيوصل اللاعب لمرحله اسمها الاليه. ان هو يبدا المهارات الحركيه دي توصل لمرحله ان هو اللاعب ما بيفكرش فيها. ويبدا يبني اكبر عدد من المهارات الحركيه في السن الصغير ما قبل البلوغ. مهارات حركيه كتيره 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 تبقى مخزون عنده، فتوصل لحاجه اسمها زي فكره رد الفعل المنعكس. تملي بقول انا لو انا جبت حاجه سخنه ولسعت بيها اي انسان بيسحب ايده، وبعد كده بعد ما بيسحب ايده يدرك ايه اللي حصل، حاجه سخنه حاجه ساقعه، ويبدا يتالم بعديها، بس في وقتها بيسحب ايده الاول. ده رد فعل منعكس ما بيعديش على الجهاز العصبي المركزي. فهم دلوقتي كل الريسيرشز في المانيا وفي اوروبا بيعتمدوا على ان هم ازاي ينموا المهارات الحركيه دي ويزودوا التوافقات ويدوا اكبر قدر من المهارات في السن الصغير من اول 6-7 سنين لغايه ما قبل البلوغ. لان دي احسن مرحله تقدر تبني فيها القدرات التوافقيه اللي هي بعد سن البلوغ البناء ليها قليل، مش هتقدر تطور فيها بالشكل بلس ان يعني دي فتره رمي الاساس. حضرتك بتقول ان دي توافقات عصبيه وحركيه وكمان بيبقى فيها المرونه، يعني قبل ما اطلع للمرونه. قبل ما اطلع للمرونه هقول ان التوافقات دي كمان بيدخلوها في حاجه اسمها اللايف كاينيتك، يعني ان هو بيبدا الولد لما بعلمه عدد من المهارات ببدا اديله اشارات معينه سواء بالوان او بصوت، ويبدا ان هو يربط كل صوت او كل لون باداء مهاره. فهو بيعمل مهاره معينه انا اقول مهاره تانية، فيبدا ينتقل من مهاره لمهاره. فكره الربط الحركي ده هو اللي بيخلي عندنا لعيبه تطلع زي ميسي زي رونالدو الناس دي، لان طب عندهم. طب تشرح لنا حركه ميسي، ايه السرعه اللي فيه دي؟ ما هو يعني احنا عايزين نقول جزء منها جيناتكس، جزء يعني هو موهبه من عند ربنا، وجزء تدريب. الجزء التدريبي يعني اغلبهم بيشتغل بفكره اللايف كاينيتك اللي هي المثيرات الكتيره المختلفه سواء صوتيه او الوان بتظهر للاعب، ويبدا اللاعب على ضوءها يبقى عنده مرحله ما بين تحليل اللون، مش مجرد انا بشوف لون، انا بشوف لون فبربطه بالمهاره اللي المدرب طلبه مني باللون ده ويؤدي المهاره. فاذا الرياكشن مش مجرد ان انا بشوف لون بحط ايدي عليه، لا ده انا بشوف لون بادي مهاره حركيه. اللون اتغير ببدا اغير المهاره الحركيه دي، وده اللي بيحصل في الجيم. طب والنشئ اللي احنا شفناهم اللي بيعملوا مهارتين في نفس الوقت، هو ده التدريب، هو ده الفكر. فكره الربط الحركي بيربطوها كمان بحاجه لطيفه قوي، حاجه اسمها الايقاع الحركي. يعني ممكن يعمل ربط حركي بحاجه زي تيمبو، تك 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 تك،
فيبدا الولد مربوط مش مجرد انه بيعمل الكوره ما بين رجليه وخلاص، ده ودنه كمان شغاله. ودنه كمان. فكل ما قدرنا نزود الحاجات المثيرات اللي لما تتضافر الحسيه يبدا الولد في الاخر وهو بيعمل المهاره ما بيفكرش فيها، هي فلوينت، هي خلاص، هي وصلت لمرحله الاليه، ما بيفكرش في اي حاجه. التدريبات دايما اللي احنا بنشوفها في التسخين دي ليها علاقه بالحمل؟ لا، هو الإحماء ليس له علاقة بالحمل. هو الإحماء هو تجهيز للحمل، تجهيز بشكل متدرج، تجهيز للمجموعات العضلية، بنزود البلود سيركوليشن أو الدورة الدموية لازم تزيد سرعتها. بنبدأ إن احنا نحسن، حضرتك كنت اتكلمتي في الموبيليتي، الموبيليتي والاسترتشنج في فرق شوية، اللي هي المرونة والإطالة. ممكن نقول إيه حركية الموبيليتي؟ هي حركية المفاصل بس بنسميها مالتي بلان ان مالتي بلان اوف موشن، يعني بحرك المفصل في اتجاهات حركيه مختلفه، غير زمان ايام ما كنا بنلعب كنا بنعمل ستريتش في اتجاه معين. دلوقتي احنا بنروح في الاتجاه ده وبعدين نعمل روتيشن، فاحنا كده بالظبط كده الدوران. عارفه لما بتجيبي دبوسه الفرخه وعايزه تفكيها؟ هي نفس الفكره، ان انا كاني عايز المفصل ان هو يلف. يمكن انا في الشغل الخاص بتاعي في الاكاديمي بتاعتي بهتم قوي ان انا اعمل اسسمنت الموبيليتي، اشوف الولاد عاملين ازاي في سن صغير. يعني هفاجئك، اكتر من 90% من الولاد عندهم بور موبيليتي في البلفي جوينت، يعني مفصل الحوض، مدى حركي ضئيل جدا. وبالتالي الجري بيبقى عنده مشكله، كانك بالظبط شاده الهاند بريك وعايزه العربيه تجري. صح. فهي المشكله مش قوه هنا، يعني في واحد يقول لك ده الولد ضعيف، الولد مهما هتقويه وانت ما عالجتش البور موبيليتي بتاعت البلفي جوينت، فانت مهما كانك بالظبط شاده الهاند بريك وبتغير موتور عربيه. طب الموتور ملوش مشكله، نزل الهاند بريك، العيل هتلاقيه هيبدا يجري، ويبدا الموبيليتي كمان مش مرتبطه بالجري بس، الحركات الجانبيه، الحركات القطريه، الخطو والجامب، ان انا اعمل خطوه ونط. الاعداد ده ممكن ياخد منك قد ايه يا دكتور؟ في السن الصغير التطوير الموبيليتي بياخد تقريبا من شهرين لثلاثه، بتلاقي فرق كبير جدا، بس بعد فتره البلوغ لا، ممكن اكتر من سنه عشان تبدا تحس بتطوير. عشان كده تملي بنقول الموبيليتي وحركيه المفاصل ومطاطيه العضلات سبيشالي البوستيريور تشين، 90% او مش عايز اقول 90 80% من الولاد عندهم قصر في الهامسترينج، عضله خلف الفخذ، الجلوتس، عضله الاليا، اللور باك، عضلات اسفل الظهر. فالسلسله الخلفيه دي كلها قصيره، ده بسبب قله الاطالات طبعا، قله الاطالات واللايف ستايل. يعني زمان كان الولاد قعدتهم حتى كانوا يقعدوا، ما فيش ترابيزه، كانوا يقعدوا يقرفصوا مربعين، حتى في كل الحياه كلها كان فيها حركه. دلوقتي ولادنا انت فاهمه قاعدين ماسك الموبايل طول الوقت، قاعد مستريح، ما فيش ستريتشنج لده. يعني طريقه الجلوس نفسها ممكن تاثر؟ طبعا طبعا طبعا. ياه. اللايف ستايل بتاعنا متغير، حتى هتشوفي حتى لو هو رياضي ببساطه. زمان كان الولادات كلها ايه في الستات؟ كلها طبيعي. طبيعي. لان كان القعده القرفصه دي بتخلي الحوض يبقى مفتوح. دلوقتي البنات، دلوقتي اللايف ستايل بنت وولاد قاعدين نايمين. فبالتالي الزاويه بتاعت الحوض فيها قفله، فمش يعني اللايف ستايل بتاعنا بيأثر على الجزء المورفولوجي او الجزء التشريحي بتاع جسمنا. طيب، يعني احنا برضو بنشوف تلحم مواسم. انا هرجع تاني لنقطة النشأ، ولان دي نقطة احنا ممكن نعمل عليها سلسلة من الحلقات طبعا. لكن فكرة برضو تلحم المواسم عندنا، واذا كنا احنا في السن الصغير بنقول يعني حرق الناشئ، امال الكبار بقى اللي هم طالعين من موسم لموسم مفيش فترة اعداد بيقدروا ان هم ياخدوها، لانه قبل فترة الاعداد دي بيسبقها راحة سلبية. كم من الراحة السلبية يكفينا قبل بداية الموسم، خاصة في كرة القدم؟ اوكي، يعني يمكن احنا عندنا الراحه السلبيه كبيره عكس ما الناس فاهمه. هي في طبعا تلاحم مواسم للاعبين مستوياتها العاليه، يعني على سبيل المثال انا مدرب منتخب مصر باسكت وخط الاحمال البدنيه بتاعه، فيمكن عدى عليا المشكله دي خصوصا سبيشالي مع لعيبه الاهلي. يعني كان عندي ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، لعيبه الاهلي عندهم بطوله عربيه، لبطوله انديه، بطولات الانديه، كاس عالم انديه، بطوله عربيه، افريقيه، الدوري، البال، تصفيات افريقيا، وبعد كده يلعب كاس عالم، وبعد كده يرجع من كاس العالم يبدا الموسم اللي بعده. ولما جينا في الكواليفيكيشنز الاخيره اللي في اليونان، التاهيلات اللي هي الملحق بتاع الاولمبيكس، انا اوريدي جاي عندي ايهاب ما قدرش ينزل الملعب، اوفرلودد، عمرو الجندي نازل مش قادر، تعبان. طبعا اللعيبه دي كتر خيرها جدا، سنتين زي ما حضرتك بتقولي تلاحم، مش هقول لك اعداد، ما فيش اصلا راحه. فطبعا ده صعب جدا، صعب جدا. وطبعا ده يتطلب ان المسابقات المحليه لازم يعاد صياغتها، بحيث انها تدي فترات راحه ما بين نهايه الموسم المحلي
وما بين الـ 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 المنافسات الدولية. يعني لازم الأجندة الدولية يعاد صياغتها ويخلق فترات راحة بينية، لأن أنا مش هقدر أغير في المسابقات الدولية. فأنا لازم أنا أدبت أو أتكيف أعمل المسابقة المحلية بتاعتي بما طيب واحد المواعيد. الحاجة التانية، أنا بقى كفريق أتصرف إزاي؟ كمنتخب أقسم وقت إزاي؟ وبما أنك بقى في الفيلد، هل دايما المدير الفني بيستمع إلى ما يقول مخطط الأحمال؟ لا طبعا. لا بنسب، يعني في مدير فني بيسلم مخطط الأحمال نفسه 100%، وفي مدير فني ياخد الكلام من مخطط الأحمال ويقيمه هو ينفذ اللي بيعوزه، وفي مدير فني تاني ما يستمعش خالص. هو شايف ان مخطط الأحمال يعني مالوش دور في كده. طبعا ده بيفرق حسب مستوى المدير الفني. لو مدير فني المفروض مخطط الاحمال بيدي مثلا الاجنده بتاعه الفريق حسب البطولات والماتشات طبعاً وكل حاجه طبعاً من بدايه الموسم طبعاً، ولا هو بيمشي مع كل لاعب حسب حاله عضلته مثلا؟ انا هتكلم في الفريم ورك العام واتكلم بشكل خاص. فريم ورك العام لازم يبقى معايا المسابقه كامله والمنافسات ده الجدول بتاعها، وده يمكن فكره تخطيط الحمل. فكره تخطيط الاحمال هي مش مجرد اعداد بدني. هي تخطيط الاحمال هي فكره ان انا عندي موسم 9 شهور، عندي فيه منافسات محليه دوري محلي، وعندي منافسات عربيه، منافسات قاريه، ومنافسات دوليه. ازاي ان انا اوصل بالبيك بتاع اللاعب في اهم المنافسات، هي ذروه المستوى، يعني الولد يبقى في اعلى مستوى ليه في اهم مسابقه. بمعنى انا لو مخطط احمال جبت اللاعب بتاعي وصلته في اعلى مستوى في المنافسه المحليه وجا في المنافسه الدوليه مستواه وقع، يبقى انا فشلت. فانا المفروض، وده اللي بيحصل معانا كتير جدا في المسابقات الدوليه خاصه في الاولمبيك جيمز. بالظبط. احنا لان ايه بقى المشكله اللي هنا اللي بتحصل؟ المشكله اللي هنا هو الاكيوميليشن، اللود اكيوميليشن او تراكم الحمل. احنا ما بنعرفش نعمل تفريغ للحمل. يعني ايه؟ يعني احنا بنتحط في لود للاعب يفضل في منافسات محليه عربيه قاريه، وبعد كده يجي في المنافسات الدوليه الكبيره يقع، لان بتبقى تملي في نهايه الموسم. طب انا الحمل ده ازاي افرغه؟ فكره التدريب الرياضي بتعتمد على ثلاث عناصر اللي يكونوا البطل: التدريب، التغذيه، الريكفري تايم، الراحه. الراحه بتاعتي ازاي بعمل ريكفري صح للولد بعد ما بيتمرن التمرينه نفسها؟ ازاي ان هو ياخد ريكفري صح فيرجع لحالته الطبيعيه؟ لكن اللي بيحصل عندنا اللعيب بيتمرن ما بيعملش ريكفري او بيعمل ريكفري غلط، وبالتالي بيروح التمرينه اللي بعديها هو اوريدي تعبان. يعني ايه بيعمل ريكفري غلط يا دكتور؟ يعني ما بيستخدمش اسلوب الريكفري الصح. على سبيل المثال احنا عندنا الاسلوب برميل المايه الثلج ده مش طيب نافع. احنا هنقول الايس باس من الحاجات الكويسه قوي، وفي يعني الايس باس بيعتمد ان اللاعب بيغمر نفسه بينزل جوه برميل او حوض مختص بينزل فيه في درجه حراره من 2 ل7 درجات، ويقعد فيها 10 دقائق مثلا، بيحصل ان هو البلاد سيركيليشن بيزيد، فيبدا ياخد الدوره الدمويه تزيد، فيبدا ياخد اللاكتيك اسيد اللي هو فضلات التعب اللي بتسبب المسل سورنس او وجع العضلات، تعمل لها زي كنس كانه بينظف. فالجهاز الليمفاوي يبدا يتخلص منها، فاللاعب التمرينه اللي بعدها يحس ان هو كويس. بس خلينا واقعيين، ده ما بيحصلش 100%، ده بيحصل بنسبه مئويه. طب ايه الاجهزه دلوقتي اللي الريكفري اللي هي فظيعه؟ الكرايوثيرابي. كلنا شفنا رونالدو ازاي بيخش في الشامبر او الاوضه اللي هي فيها ماينس 140، يعني سالب 140 درجه. بيقعد فيها. ودي مناسبة لكل اللعيبة ولا مش كل اللعيبة تقدر انها تستحملها؟ تستحملها، لان هي ليها سيستم معين. هي يعني واقعيا مش بتحس بالسالب 140، لكن انت بتحس اكتر قوي بالثلاث درجات والسبع درجات. ساعات يقول لك وقال لك لا هنشوف الدراسات اللي اتعملت عليها عشان ممكن يبقى عليها لود على القلب. هي بصي، عشان يتجنبوا ده بيبقى مدتها صغيرة قوي. بس هي فيها ميزة كويسة قوي، هي بترجعك بعد السيشن ان انت تقدري تعملي تدريبة بعديها بساعة. يعني لكن لو انا بعمل الايس باس انا مرتبط ان انا مش قابل 24 ساعه ان انا اعمل مجهود عالي. ممكن اتمرن مثلا في خلال 16 ساعه ممكن انزل تمرين، بس لو منافسه مش قابل 24 ساعه. فبالتالي ده ما بيتحلكيش الفرصه في الهاي ليفلز ان انت تتمرني مرتين وثلاثه في اليوم. ولو كمان زي مثلا زي ما احنا شفنا في الاولمبيكس الاخير في باريس، انا عندي ماتش النهارده وماتش بكره. بالظبط. فانا فكره الايس باس ممكن ساعتها بيبقى نبص نلاقي مثلا يعني فريق مثلا في الشوط الثاني يحصل دروب في المستوى. الدروب ده مش شرط من ريكفري، ممكن يكون الاعداد نفسه غلط. لان احنا لما نيجي نحط البرنامج الاعداد بتاعنا احنا بيهمنا ان هو يبقى فيه سيموليشن او مضاهاه لشكل المنافسه.
بمعنى ان الولد لو هيلعب كل يوم ماتش فانا لازم احطه في الاجواء دي في الاخر سايكل يكون فيها شبه الكلام ده متكرر لمده اسبوعين او ثلاثه بنفس السيكونس. لو انا بقى فيبقى تدريبي قبل البطوله باسبوعين عندي بنفس المواعيد بنفس شكل المنافسه ونفس الانتنسيتي كانه في منافسه نفس الحجم الشده بتاعته فيبدا اللاعب ان هو يحصل له ادابتيشن ويبقى متعود ان هو بيعمل كده. حتى يعني في ابحاث كتير بيتكلموا على البايو ريتم ان انت الريتم الحيوي بتاعك مواعيد التدريب بتاعتك لازم تبقى مقاربه لمواعيد المنافسه. ولو هي عشوائيه انت بتبقى مدرب مش عارف هتعمل ايه فلازم تخليها فيها عشوائيه. المدربين بصراحه كده ما بيقتنعوش بالكلام ده. طبعا احنا للاسف يعني انا شخصيا اشتغلت مع مدربين يقولوا لي احنا ايام ما كنا بنلعب كنا بنعمل كذا وناجح. فانا اقول للمدرب حضرتك كنت بتلعب من 30 سنه العلم دلوقتي كل يوم في تطور. انا شخصيا حاجات كتيره من اللي كنت دارسها انا درست في امريكا بعد ما رحت المانيا شفت الحاجات اللي كانت بتاعت امريكا في حاجات منها غلط. وجربت ده وجربت ده فاذا كل ستاب احنا الاجهزه نفسها حتى اللي في الجيم ده في حاجات بتتمنع بعدها بفتره. طبعا ريسيرشز ابحاث يعني حضرتك لما كل حاجه بيتعمل عليها ابحاث يعني يمكن الموضوع بره مختلف يعني. وانا في المانيا كنت بتفرج المعمل بتاعهم ده زي الاثار الحربيه يعني في اماكن انت ما تقدريش تاكسس بتخش عليها تبصي بيعملوا ايه جوه. فهم بيعتبروا الموضوع ده لا وفي تضافر في العلوم. يعني بتلاقي الراجل بتاع الهندسه مع الطب مع كلهم بيشتركوا عشان يصمموا الجهاز اللي اللاعب بيشتغل عليه. صح. طب نرجع تاني للريكفري معلش انت قلت لنا الكرايوثيرابي. طيب في حاجه تانية ارخص لانه الموضوع ده مش كل يعني مثلا انت هتدور عليها مش هتلاقي مثلا غير في نادي او اتنين على اقصى تقدير. والله بصي يعني في اكويبمنتس كتيره بس هي الفكره ان هي الاثر انا بشوف الاثر المثالي انا لو ما عنديش الكرايوثيرابي هعمل ايس باس. انا في المنتخب بعمل ايس باس لان ما عنديش حمام التلج. حمام التلج بيقعد الولد في حمام التلج والحمد لله بتادي نتيجه كويسه. انا بتكلم على المثاليه. المثاليه لو في كرايوثيرابي ده رائع يعني. بلس ان في بعض الانواع المساج حاجه اسمها الفلوراج مساج مسح على العضله وده برضو من الاخطاء اللي بشوف اللعيبه يقولوا مش الديب طبعا خالص. للاسف في بعض الماسيرز او الناس اللي بتعمل مساج فاكرين ان هو لما يجي له اللعيب ويعجن فيه كده الولد الولد بيحصل له اثر عكسي بيفك. فالمسير بتاع المساج لو هو مش متمكن هو وعنده هو ده ينفع ليله الماتش اصلا؟ الفلوراج ممكن مسح خفيف خالص ده بيأديش ان العضله تفك. يعمل ريكفري كويس بس ازاي بقى السنس بتاع المسير ان هو بيدوس ازاي؟ ما هو ممكن انا فاكر ان انا بدوس وانا بدوس. الشهادات يا جماعه مهمه في الموضوع ده جدا. بالظبط برافو عليكي. يعني مش فكره الشهادات ان احنا بندور ان نتعلق يعني احنا ستيل في مصر عندنا حتى اللي بياخدوا شهادات هي ورقه بتتعلق وممكن هو مش كواليفايد لكن بره مفيش الكلام ده. صدقني يا دكتور اللي بيتعامل مع الدكاتره دول او المتخصصين دول بيقدر ان هو ليه هيروح له تاني وتالت وعاشر؟ هو بيعرف انه مميز. بالظبط من شغله. صح. يعني هي مش شهاده لا هو اوكي حط 100 شهاده بس انا اعرف ان انت مميز من شغلك. تمام صح. فده اللي احنا فعلا بنلاقيه. فهنا عشان الحلقه تكمل بتاعه الريكفري لازم يبقى فيه الفلوراج مساج ومع الحمام التلج. ده يعتبر كويس جدا من الحاجات الكويسه قوي. ولو انا عندي في برضو دلوقتي مدرسه برضو الريسيرشز بتاعتها اثبتت نجاح حاجه اسمها كونتراست باس. بيعمل الايس باس وبيعمل السخن فبيطلع زي البسطره كده. بينزل ساقع بس دي في حالات ايه؟ يرجع ساعه. لا هو سبيد ريكفري برضه انذر واي يعني مدرسه ثانيه ودلوقتي يمكن هي المودرن اكتر من الايس باس. يعني لو في امكانيه نعمل الكونتراست باس بيبقى بيفضلوها دلوقتي في السبيد ريكفري بتسرع عمليه الرجوع او العوده للحاله الطبيعيه اللعيب يحس ان هو فريش وكويس. دكتور محمد جمال الدين خبير اللياقه البدنيه من جامعه لايبزيج الالمانيه ومخطط احمال منتخب مصر كره السله. اول حاجه احنا سعداء انه هذا المستوى موجود في منتخباتنا ده اول حاجه. ثاني حاجه انا اتمنى من حضرتك ان يعني احنا نتوقف هنا مؤقتا لكن هنستمر في حديثنا معاك ان شاء الله في حلقات قادمه لان احنا محتاجين كمان نتكلم على التاهيل من الاصابات ان شاء الله. دي حاجه مهمه قوي ان شاء الله. بشكر حضرتك نورت. شكرا لحضرتك جدا. شكرا جزيلا. كيف كان التعليم وكيف كانت المناهج الدراسية لدى المصري القديم؟ مصر القديم اعتبر العلم هو مقياس لحضارته
طوره واهتم بيه من اول من اول الصغر، اهتم بتنوير عقولهم بالمواد المتوفره في الوقت ده، انشا مدارس مختلفه، مكتبات عامه، وضع مناهج تعليميه وطرق تعليم، وده يبان قوي اهتمامه في تعليمه من خلال مثلا نصائح زي نصائح الحكيم اني او خيتي. تعالوا نقترب من الموضوع ده، ازاي كانت الدراسه؟ وهل هي كانت فعلا مقتصره على فئه معينه من فئات الشعب؟ وتعليم زي مثلا التعليم الفني كان موجود وقتها وكان شكله ازاي؟ دكتور ايمن وهبي طاهر استاذ الاثار المصريه القديمه بجامعه المنصوره يطلعنا على المزيد. صباح الخيرات يا دكتور. صباح الخيرات، وسعيد ان اكون معكم على يعني قناه بي ام سي. نورنا يا دكتور. ادينا بقى المزيد عن حكاوي مصر القديم بشان التعليم. التعليم هو اولا الورق اللي حضرتك ماسكاه في ايدك ده اسمه بيبر، جاي من الكلمه المصريه القديمه بابيروس، اللي هي تنتمي إلى المصر القديم، الكلمة الأصلية بتاعتها الهيروغليفية با برعا، يعني ذلك الذي ينتمي إلى البيت العظيم. فإذا كان البابيروس اللي هو البردي هو الماتريال التي يستخدمها البيت العظيم بيت فرعون، ثم انتقلت من أساسها مصري قديم با برعا، مش لا لا لاتيني، لا لا خالص. با برعا يعني ذلك الذي ينتمي إلى البيت العظيم، تحرفت بقت بابيروس والجمع بتاعها بابيري، ثم اتحرفت بقت بيبر وجت في اللغات الاجنبيه كلها. فاصل الكلمه، فاول من علم الناس استخدام الماتريال للكتابه وللعلم هو مصر. فمنشا او اول شعاع لنور العلم كان على الارض المصريه. لان نعرف من سنه 3200 قبل الميلاد وممكن قبلها بشويه عندنا حاجة اسمها الايرلي رايتنجز، يعني الكتابات المبكرة، ودي أول خط كتبه المصري القديم. فيعني احنا بنقول إن احنا أسبق دولة في العالم أو أصل الكتابات في العالم. اللي خلى الأمور تبقى أحسن وأكثر أهمية إن مهنة الكاتب دي كانت من أعظم المهن في مصر القديمة. فلأنه بنلاقي كده نصوص بتقول إيه؟ كن كاتبا، فإن الكاتب ذلك الذي يعرف أسرار جحوتي، وجحوتي هو رب العلم والحكمة عند المصريين القدماء. كل التشجيع كان من البيت للطفل عشان يتعلم، لدرجة ان هو لما بيوصي ابن بأمه يقول له كن يعني رفيقا بأمك التي عملت فعلت كذا وكذا وكذا من أجلك، والتي كانت تغدق على معلمك من خيرات بيتها، وكانت تأخذك معها إلى المدرسة كل يوم ولم تتذمر أبدا. كل ده في النصوص. بعدين عندنا برضو يعني بيقول ان الكاتب او ان المتعلم هو يعني ذلك الذي له نور أو بهاء من الإله، أما الذي لا يجيد الكتابة ولا يعرف القراءة فكأنه حجر أصم. فالمصري القديم كل حياته اتبنت على العلم وعلى التعليم وعلى التعلم، ولكن ما كانش مقتصر على التوثيق والنصوص الكتابية فقط. طبعا النصوص دي كانت شيء مهم، لأن أنا عندي حاجة اسمها البرعنخ. البرعنخ دي بحاجة مبسطة كده عشان نوصلها للفكر الحديث، هي عبارة عن زي مركز معلومات مجلس الوزراء كده، في كل الداتا بتاعت مصر موجوده في هذا المكان. عندنا في اماكن معينه واماكن يعني معابد كبرى في مصر كان لازم يبقى موجود جوه منها حاجه اسمها البرعنخ. البرعنخ يعني بيت الحياه، واي انسان بيتعلم بيتعلم من الحياه، وكل علوم الحياه هي التي تكون منها العلوم المختلفه. تعال مثلا نبص المصر القديم جوه بيت الحياه ده كان بيدرس الناس ايه. اولا احنا عندنا المصر القديم كان بيبدا التعليم عنده من سن 4 سنوات. اربع سنوات زي حضرتك بتشرح لنا كده، هنعرض عرض دكتور ايمن محضره معانا، وبرده هناخد تعليق حضرتك. تمام. في احنا بنقول ان اول يعني في البدايه الادب المصري القديم حكى لنا قد ايه يعني العلم والتعليم واهميه التعليم، ويجب ان يكون الانسان متعلم. دي مراحل التعليم اللي هي ظاهره قدامنا. عندنا مرحله اولى اللي هي من 4 سنين، مرحله ثانيه بتبدا من 10 سنين لغايه 14 سنه، بعد كده من بعد 14 سنه مرحله عليا اللي فيها التخصصات. فكان احنا بنرجع تاني نقول عندنا اللي هي البرايمري سكول، وبعدين عندي الابتدائي اعدادي، ثم اللي هو الجامعه بقى. اللي هي البرعنخ دي بالنسبه لنا هي تعتبر الجامعه. وعندنا جامعات بمعنى كلمة جامعات في مصر، بالتخطيط بتاعها، بالمقاعد بتاعتها، بالمباني بتاعتها، بالعلماء الأجانب اللي جم اتعلموا في مصر وحكوا قد إيه هم كانوا بيقعدوا تلاميذ يسمعوا في مصر. أقدم مدرسة أو أقدم جامعة هي جامعة أون،
هي في هليوبوليس عين شمس الحاليه، وديت جامعه من الجامعات اللي كانت بتعلم علوم الدين جنب علوم الحياه، المناهج التعليميه. المناهج التعليميه بالظبط، عندنا مناهج التعليميه طبعا دي كانت يعني متنوعه، وكانت طبعا اهم شيء كان بالنسبه لمصر القديم اول حاجه بيعلمها للطفل زي اللي بقى ما بتعمل دلوقتي علم الفضيله، فكان بيعلمه الفضيله، وكان يقول له انت لا يجب عليك اتباع المعت في كل تصرفاتك. فالمعت هي التي يبنى عليها اول شيء اخلاق الطفل او اخلاق المتعلم. اذا بنيت على الفضيله فكل شيء بعد كده هيتقبل وهيبقى فيه يعني انتاج بشكل رائع. فعندنا مثلا الكتابه المصريه القديمه زي ما حضرتك تفضلتي، هي مش بس للتدوين وذكر احداث الملوك، لا، كل ما يتعلق بالحياه هنلاقيه في هذه الكتابات. عندنا الهيروغليفيه، ايهم كانت للعامه الهيروغليفية اللغة المنطوقة، لأنه برضو كان في جدل على الموضوع بالظبط كده، أيهم للكتابة الكتابة الهيروغليفية أو الخط، احنا بنسميها الخط الهيروغليفية. اللغة المصرية القديمة لها كذا فرع، لها فرع اسمه الخط الهيروغليفي، وده خط يعني هيروسكولوفس يعني النقش المقدس، يعني خاص بالمعبد، خاص بالملوك. ثم الهيراتيك اللي هو الخط الشعبي اللي هو الكهنوتي، كان بيشتغلوا بيه الكهنوت. ثم الديموس كراتوس اللي هو الديموطيقي، وده كان الخط اللي هو بنكتبه احنا بينه وبين بعض، وده كمان ظهر في بداياته كانت من عصر العمارنه لما كانوا بيتكلموا بالعاميه زينا يعني، لكن قبل كده كان الكلام بلغه زي اللغه العربيه الفصحى، لكن لما بداوا يتكلموا بالعاميه فراحوا سجلوا كلمات بالعاميه في اللغه، فراح مطلع لها خط كده اسمه اللي هو الديموطيقي. الديموطيقي وده استمر في العصور المتاخره. لك ان تعلمي ان اغلب المعلومات، طب هيروغليفي دي منطوقه ولا غير منطوقه؟ لانه في عليها خلاف، لانه في بعض الحروف لا 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 ليها في صوتيات. هي فيها بالظبط، هي علامه وصوت، لكل علامه صوت. فيعني والاصوات احنا عرفناها من المرحله الاخيره من مراحل اللغه المصريه القديمه. وده ان دل على شيء، يدل على ان مصر ديت نسيج واحد، لم تنقطع غزوة الحضارة في مصر من عصور ما قبل التاريخ حتى هذه اللحظة. لغاية دلوقتي احنا بنتكلم هيروغليفي، لغاية هذه اللحظة احنا فيها بنتكلم هيروغليفي. في كلام من كلامنا كتير جدا، في زي ايه زي كلمة ست مثلا، سيدة، زي كلمة منخ يعني مليح، زي كلمة يعني باسيم اللي هي البرسيم اللي هو النبات الأخضر، زي كلمة هاتور اللي هي حتحور، وتوت اللي هو تحوت اللي هو جحوتي. كل الكلمات، اغلب الشهور القبطيه كلها اسماء مصريه قديمه. فاللغه القبطيه لما اتكونت في مراحلها الاخيره خدت من اللغه المصريه القديمه. فعلى سبيل المثال كلمه يسمع بالهيروغليفيه سجم، لكن بالقبطيه سوتم. فالعلماء الاجانب قربوا الصوت، واحنا لينا نعرف ان لما شامبليون جه يكتشف اللغه المصريه القديمه اتعلم على ايدين كاهن مصري او على ايدين قسيس مصري اسمه يوحنا الشفتشي، هو اللي علمه القبطيه، وهو اللي خلاه يعني هو عارف ان اكيد اللغه دي ليها امتداد، فالامتداد بتاعها هو ده. نرجع بقى للكتابه الهيروغليفيه والتعليم في مصر. التعليم في مصر كان يعني كل طبقات المجتمع كانت بتتعلم. كل طيب طبقات اسلوب التعليم معانا برضه، ما اسلوب التعليم اللي هو طبعا الكتابه والمتابعه والمراجعه، وكان بيديله لوح كده يكتب عليه، والمعلم ياخد الالواح يجمعها من الطلبه ويعمل كوركشن كده يصلح الاخطاء اللي وقعوا فيها الطلبه. ويمكن ديت ادوات الكتابه، الادوات كانت بسيطه جدا، عباره عن لوح كده بتحط فيه قلم من البوص وفي فتحتين كده فيهم الاحبار، واحد اسود واحد احمر. الاسود ده اللي كان بيستخدمه كتير جدا، ده مقلمه بتاعت تعان خامون الجميله الرائعه. تعان خامون كل شيء عنده ذهبي، كل حاجه عنده حاجه يعني مميزه. فطبعا المصري كان بيعمل ماتيريال دي من الخشب ومن البوص، أو زي ما حضرتك شايفه القلم من البوص، حاجه تبي يبريها المصري القديم كده ويحطها في المحبره ويكتب بيها. وكان قبل ما يكتب كان بيحط ايده في الميه وينثر بعض الماء ويتمتم ببعض الكلمات الخاصه بالكلمات المقدسه الخاصه بجحود، مش تعويذ يعني. لا، هو المصري القديم كان بيعتبر ان رب العلم والحكمه والكتابه هو جحوتي، وقد ورث الكتبه في مصر هذه العلوم التي لا يمكن ان يتعلمها الا فئه محدوده من الكهنه اللي كانوا موجودين ومختصين. انا شايفه الوان الاحبار بس الحبر الابيض ده بيبان، يعني هو نوع من ولا على اساس ان هو على البردي، من نوع من يعني ايه التمييز لبعض الفواصل في بعض الخطوط يعني هو عمل خط بيروح فاصل بخط ابيض. طيب فده عشان هنمر على الحاجات سريعا كده وحريك يعني شير لابرزهم. ابرزهم مثلا احنا لو لقينا الماتيريالز كان بيكتب على المصري القديم، كان بيكتب على الخشب، كان بيكتب على الشقفات، بيكتب على كسر الحجر،
اهم شيء كان بيكتب عليه هو البردي. ده هو كان اكتر شيء. الشقفات الصغيره اللي كان المصري القديم بيكتب عليها، لينا ان نعرف ان بعض العقود للزواج وبعض العقود للمعاملات الشخصيه جات لنا من الشقفات اللي كانت مرميه في حفره، كان الستات بيكنسوا البيوت كده ويجمعوا الحفر ديت الكتل الصغيره ويرموها في الحفره ديت، يعني في اخر البلد كده في دير المدينه. العلماء طلعوا الفرنسويين وجدوا ان القطع اللي هي الشقفات دي عليها حاجات في منتهى الروعه. يكفي ان احنا نشوف اول فن الكاريكاتير على شقفات موجوده من دير المدينه، موجوده عندنا. موجوده. طيب عندنا. كان في عقاب وقتها؟ طبعا. ده كان لازم انا عارفه كان في معاهم عصا، كان معاهم عصا وكان بيضرب الطالب على ظهره، كان يقول له ايه اذا عوقب الطالب يعاقب على ظهره. ان للطالب ظهرا يجب ان يضرب. هل فعلا متسجل اعتراض على الموضوع الضرب ده؟ ما كانش موجود اعتراض خالص، لكن هو كان من نوع من التقويم اذا الطالب، وطبعا ما كانش يحدث الا فيما نظر. انا قلت لحضرتك اول شيء كان بيعلمه للطالب هو الفضيله. يمكن اليابان دلوقتي بتشتغل مع الطلبه بتعليمهم الاخلاق قبل التعليم. هل كان مقتصر التعليم على فئه معينه؟ الفئه لا، كل الفئات كانت بتتعلم، كل طبقات الشعب كانت بتتعلم. طب وموضوع التعليم الفني ده كان بيجسد ازاي؟ هو التعليم الفني المزارعين مثلا كان هو كان بياخدوهم في ورش يعلموهم الصياغه، يعني بعد ما ياخد مرحله من عند سن لغايه 10 سنين لا الطالب مش هيكمل بقى يروح المدرسه العليا اللي هي في المعبد اللي هي بير عنخ، بيروح موديه ورشه بتاعه صياغه، يعمل ذهب، يعمل اي تماثيل، يتعلم مع معلم تاني اكبر منه. فكان ما فيش عاطل في مصر، لم يوجد عاطل في مصر، كل المصريين كانوا بيصحوا الصبح كل واحد يروح اشغاله. اكبر مثال لهذا الموضوع عندنا يعني اكتر من مدينه، المدينه الهرميه اللي موجوده في الجيزه نشوف ايه اللي كان بيحصل فيها، عندنا مدينه دير المدينه، عندنا مدينه تل العمرنة، كل المناظر والنصوص المرتبطه بهذه الاماكن بتحكي على ان المجتمع المصري لم يكن لديه يعني الا بعض الدقائق القليله جدا للاستراحه ما بين المغرب والعشاء قبل ما ينام، لكن الصبح بيطلع صبح على اشغاله، وكانت منظومه عمل متكامله يحكمها رؤساء عمال، يحكمها ضمير عالي جدا. جميل. وده اللي اتعلموه في البدايه زي ما قلت لحضرتك من علم الفضيله اللي كان بيدرس للاطفال في المدارس. الحديث بقيه دكتور ايمن، دكتور ايمن وهبي طاهر استاذ الاثار المصريه القديمه بجامعه المنصوره، نورتنا وافدتنا ودايما بنستمتع بلقاء حضرتك. شكرا شكرا جزيلا. انا المبسوط ان انا كنت مع حضراتكم. نورتنا. الف شكر لحضرتك. مكملين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، حديثنا بيطول عن التكنولوجي واثارها على الاطفال. في دراسات دولية حديثة وكثيرة جدا في الفترة الأخيرة بتحذر الشباب والأطفال والمراهقين، أول حاجة من القضاء وقت كتير جدا على السوشيال ميديا، تاني حاجة من الجرائم الإلكترونية. طب السؤال اللي بيفرض نفسه هنا هو إيه هي الجرائم الإلكترونية اللي ممكن نخاف منها على ولادنا؟ لأن الموضوع ده بيخلينا إن إحنا من كتر التحذيرات إن إحنا ننتبه ليه ونعرف تفاصيله. تعالوا نطرح هذه التساؤلات على دكتورنا العزيز دكتور محمد خليف. دكتور محمد خليف هو مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة. نورنا دكتور. صباح الفل. أهلا بحضرتك. إيه هي الجرائم الإلكترونية اللي نخاف منها؟ تمام. إحنا في الأول ما نيجي نتكلم إن الجرائم الإلكترونية ديت هي نتيجة لوجود يعني انتشار خطير جدا عالميا لتكنولوجيات التحول الرقمي. اللي هي خلت التكنولوجيا سهلة وفي ايدين كل الناس بكل الأعمار بشكل يومي وبشكل يعني على مدار الساعة. ممكن بقى يعني نلاقيها في شكل السوشيال ميديا زي ما حضرتك اتكلمتي، بتكلمي على تطبيقات النقل نقل الذكي، بنتكلم على تطبيقات الطعام والتوصيل الطعام وخلافه. وبالتالي المعلومة اللي أنا بديها كمستخدم للتطبيقات دي أو التكنولوجيا دي، يعني زي ما بنقول إيه، في جانب إيجابي إن هي طبعا بنحصل على الخدمة بشكل أسرع وأوفر وأسهل، لكن على الجانب الآخر إن أنا دايما عندي معلومات وأنا كمستخدم بدي المعلومات ديت لمقدم الخدمة. طيب يعني هو بيتاجر ببياناتي.
انا وانا بديها له على طبق منفض، انا بدي له البيانات بتاعتي دي وانا بدي له البيانات ديت، لو هو طبعا مقدم خدمه محترم او بيحافظ على البيانات دي فديت جزء من مهامه الرئيسيه. بس في نفس الوقت لو في هاكرز او في ناس بتقدر تدخل عليه علشان تسرق هذه البيانات، لان البيانات دي كنز، فان هو يقدر يسرقها منه ويستعملها ضد المستخدمين او اللي بيستخدموا التطبيقات دي، فدي وجهه من وجهات الهجمات الالكترونيه اللي احنا ممكن نخاف منها. الوجهه الشريره. طيب هو الجرائم هل هي بتقتصر على التهكير او مثلا قرصنه او تزوير او ابتزاز، ولا في حاجات في ما هي انواع مختلفه، ونتيجه كل سيناريو من السيناريوهات اللي انا بقول لحضرتك عليها ديت. فهو ممكن الهجمات تبقى بتختص بالبيانات وسرقتها، ممكن الهجمات ديت انا لما يعني في ناس بتبقى تحديث يومي دلوقتي، حتى بقى في خوف من نبره الصوت. بالظبط. طبعا طبعا، يعني الميكروفون اللي بيتفتح في التطبيقات. ليه بقى؟ لان تطور الذكاء الاصطناعي خلى ان احنا نقدر نستعمل المحتوى اللي بيجي اللي منشور على الانترنت عن شخص ما ضده، بان انا اعمل منه فيديوهات، اعمل منه محتوى مختلط. شفنا الفيديوهات مفبرك. دي اتعملت لرؤساء حتى. بالظبط. وبالتالي احنا بنتكلم على عصر جديد مع تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات اللي هي بتاعت خلق المحتوى، بتخلي ان في فرصة كبيرة جدا ان حد يقدر ان هو يستغل البيانات المتاحة عني على الانترنت بشكل سلبي. لما بنيجي نتكلم بقى على الشباب، فئة الشباب اللي هي الفئة الأكثر استخداما للإنترنت، زي ما بنتكلم في الإحصائيات عالميا وفي مصر وفي كل دول العالم، الشباب هم الأكثر قدرة على تقبل التكنولوجيا والتطور معها والإبداع واستخدامها لاحتياجاتهم الاجتماعية والثقافية والتعليم والكل حاجة والترفيهية. فهم الأكثر عرضة للإنترنت، وبالتالي احنا ما نيجي نتكلم عليهم هنا، هو بيجي استخدامات الإنترنت دي هو بيستخدمها ازاي؟ هل هو بيستخدمها استخدام آمن؟ هل بيستخدمها استخدام مفيد؟ هل هو بس بيضيع وقت بيها، ولا هي ممكن تكون مجال ان هو يطور من نفسه او يحسن من دخله وهكذا. فهنا هو ده البالانس بقى، الموازين، احنا محتاجين نوزن الموضوع بحيث ان يبقى استخدامنا للانترنت واستخدامنا للتطبيقات يبقى اكثر فائدة منه ان هو اضرار، او يبقى يكون في اضرار للاستخدام نتيجة اتاحة المعلومات بتاعتي لكل الناس. الإتاحة دي فيها مشكلة، يعني ليا وعليا. أكيد. أول حاجة أنا كنت قبل الهوا بسأل حضرتك على لعبة الأطفال بيلعبوها دلوقتي، وكان في تحذيرات في أوروبا من 3 أيام بالضبط منها على كل الصفحات العالمية وعلى كل وفي كل الدراسات وكل حاجة، حذرت من لعبة اسمها روبليكس على تمام. ما أعتقد تمام. روبليكس دي قالوا انه ان هم يدخلوا في كل تفصيله في تفصيلات استخدام اطفالهم لالعاب الكمبيوتر او الموبايل او الكلام ده. احنا بنتكلم حضرتك دلوقتي على ان في مصر بس 97% من السكان عندهم سمارت فون. سمارت فون، يعني بنتكلم على موبايل ذكي عليه انترنت، عليه العاب، يقدر ينزل عليه العاب الكترونيه، يقدر يعمل عليه اي حاجه في اي وقت. أيوه. تمام. طب ايه خط الدفاع الاول لاولياء الامور ولينا احنا كمجتمع ضد سلبيات هذه الالعاب الالكترونيه؟ هي التربيه الرقميه. الايه؟ التربيه الرقميه. ان احنا يبقى عندنا اولا دي التربيه الرقميه ديت، ممكن اولياء الامور بان هم يعلموا اولادهم مبادئ الامن السيبراني، مبادئ استخدام الانترنت بشكل امن، ازاي هو يتعامل على السوشيال ميديا، ايه اللي يقدر يقوله، في اداب للتعامل على الانترنت. حضرتك متخيل ان مثلا السن الصغير هيبقى متقبل ده، ولا برضو ممكن ان هو يتقبلها كنوع من انواع المنع؟
لو المنع دايما بيبقى اكثر جاذبيه ممنوع مرغوب، فبالتالي احنا محتاجين نعلمه بطريقه برضو تكون جذابه، ما تبقاش الرقابه الصارمه برضو يا دكتور محمد برضو بتكون منفره من الموضوع جدا جدا، وبالتالي هيتلاقوا هم مبدعين. احنا اتفقنا ان الشباب مبدع ومبتكر ومتعلق، هو مبدع ومتعلق بالسوشيال ميديا جدا، وبالتالي احنا هيبقى عندنا مشكله في ان احنا نمنعه. كل ما هنمنعه كل ما يلاقي هو وسيله ويقدر يلف ويدور حوالين الوسيله دي. حتى الوسائل التكنولوجيه مش هتبقى للمنع، يعني مش هتبقى 100% سليمه. الوجه السليم لهذا الموضوع هو التربيه الرقميه، ان احنا نربيهم يبقى عندهم جزء حتى من المناهج. انا بقترح ده ان يبقى في جزء من المناهج في التعليم بشكل عام، وحتى ان هو يفتح الكمبيوتر ويقفل الكمبيوتر، الحاجات القديمه التعليم ان هو يفتح الكمبيوتر ويقفل الكمبيوتر، خلاص ده الناس يعني تعدته. احنا بنتكلم على التربيه الرقميه، ازاي يتعامل مع الانترنت، يعني ايه ذكاء اصطناعي، ايه بعد ساعات على فكره اطفالنا ما بيبقوش عارفين ايه الممارسات اللي هم بيعملوها على الانترنت وتكون تعتبر ضد القانون. مش عارفين، هم بيعملوها في جهل بجهل. فوبالتالي هم محتاجين نوع من انواع التوعيه. طيب انا عندي سؤال مهم قوي في موضوع القانون والتشريعات الخاصه بالجرائم الالكترونيه، هل حضرتك بتشوفها فعاله؟ انا بتكلم على وورلد وايد، يعني بتكلم عالميا. تمام. يعني لدرجه انه ايلون ماسك نفسه عملاق التكنولوجيا الكبير جدا كان بيتكلم انه يا جماعه نوقف التكنولوجيا شويه عشان نلحق نعمل تشريعات. هو الحقيقة إن دايما هيبقى في فجوة بين تقدم التكنولوجيا وبين التشريعات. دايما التكنولوجيا هتكون سريعة في تطورها والتشريعات هتبقى متباطئة. طب الحل إيه؟ الحل إن احنا التشريعات تبقى مرنة أكثر مرونة، ويبقى في جهات مسؤولة عنها مراقبة تنفيذ هذه التشريعات وتحديثها، ما يبقاش بتاخد المسار الطبيعي في عمل قانون جديد. بمعنى إن أنا أجي أقدر أعمل قوانين هي عبارة عن مبادئ عامة، والتفصيلات التقنية إزاي أنا بقدر أراقب التطبيقات، إزاي أن أنا أمنع تراخيص لتطبيقات معينة، إزاي أن أنا أوعي أولادنا وهكذا، تبقى ديت جزء مرن في وفي إطار منظومة تسمح بذلك. يعني يكون في جهة مسؤولة عن الموضوعات دي وعن تطبيق مبادئ القانون دي. بصفة حضرتك مقرر لجنة الثقافة الرقمية في المجلس الأعلى للثقافة، في بعض المناشدات اللي كانت قبل كده بحجب بعض الابليكيشنز. تمام. يقول لك ده مثلا بيأثر على الأخلاقيات، ده كذا ده كذا، ده بيشد ولادنا الحتة احنا مش عايزينها. طيب حضرتك كمقرر لجنة الثقافة امتى شايف انه لابد أن يتم حجب هذا البرنامج مثلا؟ هو المشكلة مش في حجب هذا البرنامج أو ذاك، المشكلة أن احنا لو حجبنا برنامج هيطلع برنامج تاني. هيطلع 20 هيطلع 20 برنامج تاني. فهي في النهاية الموضوع مرتبط بالوعي. وعلى فكرة احنا بنتكلم على مسألة العالم كله درسها، احنا مش بنتكلم في حاجة جديدة او حاجة مرتبطة بينا. احنا بنتكلم عن المنتدى الاقتصادي العالمي كان بيتكلم عن الخطر رقم واحد في العالم هو استخدام الذكاء الاصطناعي لتزييف المعلومات والتزييف الديب فيك واستخدامه مع الفيديوهات والمحتوى وخلافه. وفي الولايات المتحدة الامريكية بيقالوا ان السبيل الوحيد لمواجهة النوع ده من الجرائم هو ان احنا نعمل نوع من انواع التربية الرقمية. طيب احنا نتوقف عند التربية الرقمية والحديث بقية ان شاء الله يا دكتور محمد. بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. دكتور محمد خليف مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الاعلى للثقافة، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. وصلنا مع حضراتكم لختام حلقة اليوم من 8 الصبح، بكرة يتجدد اللقاء ان شاء الله على خير. الى اللقاء.